حياتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا لينطلق شوطنا الخامس والذي يحمل تحديات الابكار من فئة المحليات الاصايل الانتاج. نتمنى التوفيق للجميع مباشرة الى ابعاد محمد بن شطيط بن مصبح المتفيق الاكتبياتي على المركز الاول، بينما المركز الثاني اسرار لحمد بن خويتم بن بخيت العامري، بينما انتقل للنود اللي على المركز الثالث للعبد بن علي بن محمد الزرعي، بينما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات وصلت الوثبة لفالح بن محمد بن علي الشامسي، وخامس المراكز الشهنية لحميد بن حميد بدبيله المنصوري، بينما انتقل للمركز السادس هناك وصلت صناعة القادمة في هذه اللحظات لقصاب بن مصبح راعي الطيره العامري، بينما المركز السابع وصل في هذه اللحظات وصل الدكتوره يا دكتوره القادمه هنا بجميع معداتها الطبيه لتتقدم الدكتوره بشعار حموده بن محمد بن حموده الظاهري، مرحبا بالشعار الاقتصاديه ومرحبا بالجميع. هنا من ياتي من خلال هذا الحضور المميز والجميل من خلال تواجد هذه الأسماء، بينما المركز الثامن جمايل لسلطان بن علي بن عمير الاكتبي، وصل بن عمير يقدم لنا شعاره المميز. انتقل في هذه اللحظات واتحرك هناك مع هذه الاندفاع المميز من خلال وجود هذه التحديات الجميلة على المركز التاسع، وصلت هنا ناصية لسليمان بن بخيت بن محمد المنهالي، وعاشرا الشهني لسعيد بن حميدي بن عبد الله الشامسي. هذه المراكز العشرة الأولى عديناها على مسامعكم، وما خلف العشر أسماء لم يحن موعد دخولها، نترقبها باللحظات الأخيرة وحينما يجد الجدة. لكني بعود إلى سن الثنايا، إلى الثنايا، إلى المحليات، إلى الإنتاج، إلى التميز في جائزة زايد الكبرى في هذا الملتقى، في هذا المهرجان الذي توافد له الجميع وأتوه من كل حدب وصوب للمشاركة في هذا الميدان. لكني بعود يا يوسف، بعود إلى المركز الأول لأتابع الإبداع، لأتابع الامتاع، لأتابع القوة والإثارة. هنا مع المركز الأول ومع أبعاد ولن تقريبين، هذه أبعاد لمحمد بن شطيط بن مصبح الاكتبية. صبح عليهم بالخير، صبح عليهم بهذه الطلة الجميلة عبر قناة ياسا في بث حي ومباشر عبر الأقمار الصناعية. الكل يتابع بن مصبح وهو على المركز الأول يتصدر المشهد، صدر القائمة، يكون قائدا لهذه القافلة، قافلة الناموس. المركز الثاني أسرار وماشي أسرار، هنا انكشفت الأسرار في هذه اللحظات، وصلت أسرار لحمد بن خويتم بن بخيت العامرية. دكتورة القادمة في هذه اللحظات وصلت بشكل شعار حمودة بن محمد بن حمودة الظاهرية. ظهر الظاهرية بهذا الظهور مع انطلاقة هذا الشوط، يقدم لنا اندفاعة هذا الاسم بانطلاقة دكتورة
هنا بهذا الشعار. انتقل الى المركز الرابع الى النود للعبد بن علي بن محمد الزرعي. وصل يتحرك في هذه اللحظات ويقدم هذا المستوى الجميل. وصلت صناعة يا صناعة هنا القادمة بشعار غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامرية. وصل راعي الطيرة وصل في هذه اللحظات يقدم لنا هنا صناعة صناعة الواصلة. والكل يتحرك من أجل الفوز، الكل يتقدم من أجل الناموس، الكل يبحث عن الفوز وعن الانتصار في عاصمة الميادين في مهرجان جائزة زايد الكبرى، أقوى المهرجانات وأعتاها. لكني بعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة إلى مقدمة الشوط إلى الإبداع إلى المتعة والأداء الجميل. هذه أبعاد، هذه أبعاد ما زالت مسيطرة هنا بشعار محمد بن شطيط بن مصبح الكتبي. وصل بن حمودة مع دكتورة لحمودة بن محمد بن حمودة الظاهرية يصل في هذه اللحظات. ركز يا راشد العمري، تابع الأداء، تابع الأداء، خط هنا بهذا الأداء الجميل. وصلت صناعة، صناعة القادمة لقصاب بن مصبح راعي الطيرة. وتحركت أيضا، تحركت العزرة لسعيد بن حميد بن محمد الجحافي. وصل ود المجنية، وصل ود المجنية يتقدم بشعار، يتسلل، يتسلل بدون إذن مسبق. هذا اللي ما سوى إلا مجال، بدأ يتدخل وسريعا ينتقل إلى المركز الأول. تابع، راقب، شاهد هنا الأداء، شوف اللي من الجانب الآخر. وصل تسيل لعتيبة بن سالم النايلي الشامسي، لكن خلاص العزر، العزر، العزر هناك مع هذا الأداء الجميل. هنا سعيد بن حبر حميد بن محمد الجحافية، هنا بدر بن رامس الجحافية راح اليباحة، ينطلق بإبداعه، ينطلق بإمتاعه، ينطلق بقوته، ينطلق بالإبداع. لكن شوف للقادمة اللي وصلتنا هي ناصية سليمان بن بخيت بن محمد المنهالي في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. أبناء الوثبة، أبناء الميدان، ماذا فعلت يا المنهالي؟ فعلها ولا يبالي وانتزع المركز الأول. تهانينا لمالك ناصية سليمان بن بخيت بن محمد المنهالي، خطف الأضواء في اللحظات الأخيرة وانتزع المركز الأول في الرمق الأخير. ناصية، ناصية، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت هناك العزرة لسعيد بن حميد بن محمد الجحافي. المركز الثالث هناك، المركز الثالث وصلت فيه هنا أسيل لعتيبة بن سالم نايل الشامسي. المركز الرابع كانت حاضرة هي شواهين لسالم بن راشد بن مبارك اكتبي. المركز الخامس كانت أبعاد لمحمد بن شطيط بن مصبح الكتبي. إذا متابعينا الكرام، ناصية هي البطلة والمتوجة، من وصلت باللحظات الأخيرة بسرعة فائقة، حققت فوز وانتصار كبير لسليمان بن بخيت بن محمد المنهالي. شكرا يا المنهالي على إبداعك الجميل. التوقيت الزمني 9:19 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار، نوعية فاخرة قدمها بالأداء. 9:20 جزءا واحدا من الثانية. توقيت المركز الثاني هناك العزر اللي ادت عرض تشكر عليه لسعيد بن حميد بن محمد الجحافي، بينما وصلت على المركز الثالث 9:20 و8 أجزاء من الثانية. حضرت فيه بالمركز الثالث أسيل لعتيبة بن سالم النايلي الشامسي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.